مفاجأة من العيار التقيل، ووضح أن ليفربول قرر خلاص يبيع صلاح، والمثير أن البديل هو كيان مبابي لاعب باريس سان جيرمان. يا ترى إيه الحكاية؟ الساعات اللي فاتت شهدت تطور صادم في مستقبل محمد صلاح نجم المنتخب المصري مع ليفربول الإنجليزي، وأن رحيل صلاح من الريدز بقى مسألة وقت، واحتمال كبير يكون في يناير اللي جاي. تقارير مثيرة اتكلمت عن تحرك ليفربول لضم مبابي في الانتقالات الجاية، وأن ده هيكون بديل لفخر العرب. بحسب التقارير اللي عملت حالة كبيرة من الجدل في الساعات اللي فاتت، قالت ان في مفاجأة قد تكون الاكبر في الدوري الانجليزي من خلال رغبة الريدز في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الجاية، من خلال بيع النجم المصري محمد صلاح لأندية السعودي. وقالت صحيفة تيميتيك البريطانية في خبر حصري لها ان نادي ليفربول الانجليزي يرغب في التعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حرة. مش بس كده، لكن كمان قالت عن الصفقة اللي هتحصل بانها الصفقة ضخمة. المفاجأة في التقارير ان ليفربول ربط ضم مبابي ببيع صلاح، وقالت الصحف ان الصفقة مش هتتم غير في حالة رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز، خصوصا ان صلاح جاله اكتر من عرض في الفترة الاخيرة في موسم الانتقالات اللي فاتت، والاقرب كان في الدوري السعودي. المقربين من صلاح قالوا انه لسه ما حسمش موقفه بشأن الرحيل من عدمه من ليفربول، خصوصا ان الموسم ده مختلف عن الموسم اللي فات اللي كان بيعاني فيه ليفربول في الفترة الاخيرة، لدرجة انه كان في ترتيب صادم في الدوري الانجليزي، وكمان فشل في الالتحاق ببطولة دوري أبطال أوروبا. ده غير كمان إن عدد من نجوم الفريق مشيوا، وده اللي خلى الأداء في النهاية يكون سيء ويخرج ليفربول بموسم صفري ما حصلش من سنين. في الوقت ده كان في عرض ضخم من نادي الاتحاد السعودي للنجم المصري محمد صلاح. النادي السعودي كان عاوز يضم صلاح بأي رقم، وفعلا قدموا عرض ضخم لفخر العرب. المفاوضات وقتها قعدت فترة مع صلاح وسط تكهنات برحيل نجم المنتخب المصري عن صفوف الريدز، لكن المفاجأة كانت في استمرار صلاح مع النادي الإنجليزي، وده لأسباب كتيرة كشفت عنها تقارير إنجليزية، ومنها رغبة صلاح في الاستمرار، وكمان تمسك كلوب بفخر العرب في صفوف الريدز. ده غير كمان إن ليفربول كان عاوز ضعف العرض المقدم من الاتحاد السعودي. لكن هل على كده المفاوضات وقفت؟ بحسب التقارير إن موسم الانتقالات الجاي هيكون مفاجئ، وإن نادي الاتحاد السعودي بيحضر لعرض ضخم تاني لضم محمد صلاح، والمرة دي العرض ضعف العرض المقدم في الانتقالات اللي فاتت، وده بسبب رغبة نادي الاتحاد في ضم صلاح بأي شكل بعد ما نجح الدوري السعودي في ضم نجوم العالم في الانتقالات اللي فاتت. لكن يا ترى هل ممكن نلاقي صلاح في الدوري السعودي؟ وهل يكون مبابي بديلا لفخر العرب في نادي ليفربول الإنجليزي؟ خلينا نشوف.